كشف مسؤولان في فريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن أن قائد السفينة العملاقة إيفر جيفن قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها بشكل كامل في المجرى الملاحي لقناة السويس. وأضاف المسؤولان أن المناورة الخاطئة تزامنت مع عاصفة ترابية ورياح شديدة ما أدى إلى فقدان الرؤية وجنوح السفينة، إلا أن العوامل الجوية لم تكن مسؤولية كاملة عن الحادث، حيث عبر قبل السفينة نحو 12 سفينة أخرى في نفس الظروف الجوية والتي لم تكن أبدا عائقا أمام حركة الملاحة في قناة السويس. وكانت سفينة إيفر جيفن قد جنحت في الكيلو 151 بالمدخل الجنوبي لقناة السويس بعدما بلغت سرعة الرياح 40 عقدة. ونجحت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس الاثنين الماضي في إعادة تعويم السفينة العملاقة والتي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. قالت هيئة قناة السويس المصرية أنها ستطلب أكثر من مليار دولار كتعويض عن الخسائر التي تسببت بها سفينة الحاويات إيفر جيفن والتي أغلقت الممر المائي الشهر الماضي. وأضاف رئيس الهيئة أسامة ربيع أن التعويضات عن الأضرار حق للدولة ولن تتنازل عنه دون أن يحدد الجهة المسؤولة عن دفع هذه التعويضات. كما قال ربيع أن الأضرار لا تقتصر على الخسائر الناجمة عن تعليق الملاحة، بل تشمل مصاريف استخدام الجرافات وزوارق القطر والأضرار المادية التي حدثت أثناء عملية الإنقاذ.